يا ستي، مجرد ما خلصت روايه قعدت افكر، هو فعلا شخصيه رامي في الحقيقه زي شخصيه رامي في الروايه بالظبط يا جيهان؟ لا، ونفس الاسم. تفتكري دي رساله من ربنا؟ في حاجه غريبه فعلا. بس هو انتي قلتي لي اسم مؤلف الروايه؟ ما سالتوش، بس انا بعت على الاكونت الروايه قلت له ممكن اتواصل مع مؤلف الروايه، رد وقال لي انا. سالته رد وقال لي انا. فكري ده فعلا مؤلف الرواية ولا حد بيشتغلك؟ بصي، هو اللي رد رد بذكاء. اوكي، فاهم هو بيقول ايه. استني خدي اسمها. اهلا بيكي، ومبسوط جدا اني شفت رسالتك. وبالنسبه لسؤالك بقى، هو ملوش اجابه مطلقه يعني. صوته حلو قوي وباين عليه مش كبير كمان. تحسيه زينا كده، بيتكلم زينا. بقول لك ايه، تعالي كده اما نشوف اسمه ايه. قلت لي اسم الرواية ايه؟ غرام بالايه؟ بانتظام. بانتظام؟ ونشوف نظام ايه بقى. اوكي، بص يا ستي، اسمه ياسين الشريف. انا اول مرة اسمع اسمه. طلع صغير، ها؟ ده طلع عمر. ده طلع صغير حلو، مليونير ومهندس، حاجات كتير قوي حلوة حضرتك. ربنا يخليه لمامته وبابا. يا حرام، بابا ومامته ماتوا. عرفتي منين؟ مفيش، في هنا مقال صحفي بيقول ان يا ستي هو بابا ومامته ماتوا وهو صغير. انا عايز اعرف ده مشهور ده ولا ايه. انت مش مركزه معايا ليه في اللي بقوله يا ستي؟ انا مالي، انت فايقه ورايقه، انا ذنبي ايه؟ طيب انا بقى فايقه ورايقه، مش بومه زيك. هروح اشوف فيسبوكه. فيسبوكه؟ ده جديد. امتى هنتجوز يا ياسين؟ ياسين، هو انت مش بتفكر تتقدم بقى؟ لو فعلا بتحبني. ياسين، انت جد ولا لا؟ ناقصك ايه عشان تيجي تطلب ايدي؟ لو فعلا بتحبني تعالى اطلب ايدي من ابويا. ياسين، انا جالي عريس، انت نظامك ايه؟ لو مفيش خطوه رسمي انا مش هكمل. ربما يكون الزواج هو النهايه السعيده لكل قصه حب. نستطيع دائماً إذا فكرنا في نهاية سعيدة لرواية من الروايات أن ننهيها بفستان فرح وبدلة سوداء أنيقة. عريس وعروسة يضحكان ويرقصان بسعادة وسط تشجيع وفرحة المحيطين، ولكن تلك اللحظة ما هي إلا بداية لرواية جديدة، رواية بكل أسف مأساوية. ازيك يا باشمهندس ياسين؟ انا اسمي جيهان تات. انا الحقيقه يعني كنت بعمل بيت جديد يعني، وحابه قوي اعمله عن طريق مكتبك. هل ممكن نعمل ميتينج قريب؟ هو حضرتك، انا اعتقد ان ده تصميم مناسب بالنسبه يعني للمساحات اللي حضرتك بتتكلمي عليها. هو كويس فعلا. طيب تحبي تختاريه؟ هو المهندس ياسين موجود؟ موجود يعني اعتقد. طب انا عايزه اعمله. في واحده بره اسمها جيهان سعد، كانت قاعده مع مؤمن بس طلبت تقابلك وبتقول انها تعرفك. جيهان سعد ما معرفهاش قوي يعني. هي عايزه حاجه مهمه؟ لا انا ما اعرفش، بس هي حلوه يعني، ممكن تشوفها. احنا فعلا لسه ما خلصناش كلامنا. ما بقاش في حاجه تتقال يا ياسين. بس انا عندي كلام يتقال. انا مش عاجبني الطريقه اللي انت بتتكلمي بيها معايا، ومش عاجبني انك طول الفتره الاخيره بتحاولي تلمحي لي ان الراجل بتاع ستات. وما بصدق اي واحده ست حلوه تعدي من قدامي. انا رافض الكلام ده ولازم يخلص. هتشوف جيهان؟ طبعا. مش بتقولي حلوه؟
اتفضل. مهندس ياسين في انتظارك. ثانك يو. اتفضل. اي مالك؟ لا يا ملوكه، لا انا في مشوار كده هخلص واكلمك. لا يا حبيبتي، حاجه تبع مامي. اه طيب اوكي، باي باي. انا مبسوط قوي ان انت بتقري لي، اصلا انا يعني مش مشهور لسه في حته الروايات. بص، هو انت من اول روايه ليك وانا متابعاك جدا، زي مثلا روايه حب من طرف اول، عريس من جهه ماما، روايه غرام بانتظام. يعني كل روايه كنت بقراها كانت بتخليني من اكتر معجبينك. شكرا على الكلام اللي انا بسمعه، بس افهم من كده ان انت ما عندكيش بيت عايزه تعمليه ديزاين ولا حاجه؟ بصراحة أنا أول مرة أكذب كده في حياتي بجد. بصراحة أنا بدور عليك بقالي شهور. أيوة، وأول يعني ما لقيتك كان كل همي إني يعني أتعرف عليك وأشوفك، وديني شفتك. وأنا كمان اتشرفت بمعرفتك، مبسوط إني شفتك. ثانك يو. يعني إحنا ممكن نبقى أصحاب؟ جدا. كل اللي عرفته انها سابت شغلها من فتره وقاعده في البيت. ما قدرتش اعرف كتير بصراحه. دورت على الفيسبوك ما لقيتش اكاونت باسمها اصلا، وبصيت على المسج اللي بعتها لها على الانستجرام ما شافتهاش عشان ما قبلتش الفولو. ايوه بس يعني هو مال الموضوع واكل دماغك قوي كده؟ اشمعنى يعني؟ تاني يا ابني تاني، ما انا قايل لك حاسس ان مالك دي فيها حاجه مختلفه، وحاسس ان في حاجه لازم تحصل بينا. وروف فين صحيح؟ ومش قال انه جاي؟ مراته يا سيدي كلمته واحنا داخلين فطلع الديات تمام. لسه بيقلق يقول لها انه جاي لي؟ والولد ده عبيط. ما هي سوزي على طول مركبه المرجيحه، مع انه غلبان على طول برضه، وما حلتوش غير حاضر ونعم وطيب وتمام، بس ده ولا فرق معاها. هي اول ما بتعرف انك انت في الصوره بيركبها 100 عفريت. والله يا مخها مفوت دي كمان. لا ليه؟ ما انا مروه مراتي برضه بتقلق جدا لما تعرف اني جاي له. ليه يا جدعان؟ وانا اسمي سوسن؟ لا، هو انت ما اسمكش سوسن، بس هم بقى بيبقوا حاطين في دماغهم ان انت اللي هتجيب لنا سوسن ومها ونوها وسوها وميسى وناهد. لو جه الباشا وناهد منور يا وحش. ما يعرفوش ان احنا بنعتمد على نفسنا. منور يا اديب، مساء الفل. اهلا يا حبيبي، خدت الاسم؟ مراتك عارفه انك جاي هنا؟ طبعا. لا. ما تزعلش بقى من الحاجات دي، ثم يعني انت هيفرق معاك هي كانت عارفه ولا لا؟ والله بيفرق معايا، انا مش فاهم هي بتفكر كده ليه اصلا. بتفكر كده ليه؟ عشان انت صاحبي الوحيد الجان المز اللي عايش لوحده، يعني انت اخطر من اي مزه. ثم على فكره انا مش لوحدي، البيت ده كمان مروه بتقلق لما تعرف ان هو جاي عندي. مش كده؟ بتقلق اه، بس على الاقل هو ذكر، بيقول لها انه جاي لي، مش جبان زيك. لا لا، ده مش جبن، ابسليوتلي، دي اسمها دبلوماسيه زوجيه. بص يا ياسين، سيبنا شرحك الموضوع ده عشان انت برضو ايه فايتك كتير، وبما ان انت مؤلف الحاجات دي برضو ممكن تنفعك. فاكر ميس عفاف اللي كانت بتخش لنا فصل زمان واحنا صغيرين وتقول لنا صباح الخير يا كتاكيت؟ طبعا يا دي تتنسي. اهي دي بقى كانت النموذج للعلاقه بين الزوج والزوجه. الزوجه هي ميس عفاف والزوج هو الكتكوت، والكتاكيت انواع حسب مكان قعدته في الفصل. لو انت قاعد قدام تبقى انت الكتكوت اللطيف، اما بقى لو انت قاعد ورا تبقى الكتكوت الشرس. وطبعا كل اختيار من دول لازم يكون متحمل مسؤوليته. يعني لو انت كتكوت شرس وقاعد ورا مع شله الانس، هتبقى في وجهه نظر ميس عفاف ايه؟ كتكوت صايع ضايع مالكش لازمه، حتى لو عامل الواجب كله ومذاكر مش مهم، قعدتك ورا جابتك ورا. اما اللي قاعد قدام ده هو الكتكوت اللطيف، لانه واحد مركز لها وعامل لها حساب، حتى لو مش فاهم منها اي حاجه ولا فاهم الالف الكوز والدوره مش مهم، المهم انك في وجهه نظر ميس عفاف الكتكوت اللطيف. وبالنسبة بقى للكتكوت اللي قاعد في النص ده، ايه نظامه؟ ده الكتكوت الغلبان، حيران، مش عارف يبقى الكتكوت لطيف ولا يبقى الكتكوت شرس، فرعس على السلالم. وانت طبعا الكتكوت اللطيف. طبعا امال، انا مش الطف مني. روح يا اوفا، تعالى يا اوفا، ودي الزبالة يا اوفا، هات الفينو يا اوفا، مفيش الطف من كده. انا الطف كتكوت في الفصل. وانت بقى مؤمن بيه، مكانك فين في الفصل ده؟ لا، هو انا مش في الفصل اصلا، انا مطرود ومعمول استدعاء ولي امر. يبقى انت كنت كتكوت شرس، اكيد كنت قاعد ورا. ايوه، هو انا كنت قاعد ورا فعلا، بس مش قاعد ورا عشان اهلس وصيع، خد بالك، انا قاعد ورا عشان انا من حقي اقعد في المكان اللي انا عايزه.
مش 24 ساعة خلقتي في خلقتها. لا لا لا، الكلام ده ما ينفعش مع الستات. الستات يحبوا مطرح ما يتلفتوا كده يلاقوا جوازهم حواليهم. انت كده هتبقى على طول مشكوك في امرك. انا بقى ضد الكلام ده تماما، ومش استعباد اصلا. عرفتوا بقى ليه انا مش عايز اتجوز؟ عشان لو اتجوزت تبقى كتكوت شرس، صح؟ عشان انا مش عايز ابقى كتكوت اصلا. وده اللي اختلف. ممكن شايف ان صلاح هينصفنا وهيجيب جولين الشوط الثاني ان شاء الله. بس خلي بالك الماتش ده مش سهل. بس يا كتكوت منك ليه؟ خلينا نسمع بيتقال ايه. مين ده اللي كتكوت يا حبيبي؟ الاثنين طبعا. انتوا مش متجوزين تبقوا كتاكيت. مش كده برضه يا روح؟ انا عن نفسي كتكوت، مش اي كتكوت، كتكوت لطيف. كتكوت مع نفسك اخوي. جيهان عندي النهارده عايز ايه دلوقتي؟ ماتش صلاح يا جيجي. الو؟ الو؟ هاي ياسين، ازيك عامل ايه؟ ازيك يا شيرين عامل ايه؟ كنت عايزه اسالك حاجه. هو انا النهارده يعني كان شكلي بايخ قوي بعد اللي عملته ده؟ لا لا خالص ابدا، بالعكس انا بس اتفاجئت ان انت للدرجه دي كنت عايزه تشوفيني. بص يعني هو يعني انا ساعات صوتي من دماغي، يعني عمري ما بحسب ابدا اللي بعمله ده يعني اذا كان صح او غلط. الموضوع كله بيبقى ان انا حاسه ان انا هعمل كده فبعمل كده. فاهم حاجه؟ اه طبعا فاهم فاهم. و جيهان بقول لك ايه، دلوقتي الشوط الثاني هيبدا بتاع ماتش صلاح، وانا ممكن اكلمك بعد الماتش، ايه رايك؟ يلا باي. خلص الماتش بتاع صلاح. هي جيهان دي وحشه؟ لا حلوة. ليه؟ أصلك يعني قلبتها بسرعة. لا كله اللي أبو مكة. ليه تستنى شوية؟ إيش؟ يا جامد.